رجعنا لكم مشاهدينا من عقب علوم الجو، خلينا نشوف علوم دي قناة ريان حمد الفياض اللي متواجد في فندق ريتز كارلتون واللي بينقل لنا منتدى الإعلام الجديد اللي يحيه مركز الدوحة لحرية الإعلام اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ويشارك في هذا المنتدى نخبة من الإعلاميين والصحفيين في قطر ومنطقة الخليج والعالم العربي والعالم. نتابع التفاصيل مع حمد الفياض. صباح الخير مرة ثانية. صباح النور. بالفعل اختي، احنا للحين موجودين معاكم من قاعة المختصر في فندق ريتز كارلتون لتغطية المنتدى الإعلام الجديد، ومثل ما انتم عارفين ان هذا المنتدى ينظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام. نتكلم اكثر عنه، يسعدني ان استضيف السيد صالح الشاوي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام. صباحك الله بالخير سيد صالح. مرحبا ومساء، صباح النور. سيد صالح، في البداية تقول لنا نبذة عن المنتدى. والله المنتدى، المركز سنويا يحرص على إقامة المنتدى، بس السنة هذه كان المنتدى يعني شكل مختلف، لأن كان بالشراكة مع شبكة الجزيرة ومع مركز اليونسكو مع منظمة الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، واخترنا موضوع الإعلام الجديد. جميل. نبي نعرف أنتم من خلال هذا المنتدى بتطلقون التقرير السنوي الثاني، ودنا نعرف أهم النقاط الموجودة في هذا التقرير. والله أول شيء في البداية قبل لا أتكلم عن التقرير راح أتكلم عن المنتدى. المنتدى يشمل كثير من الإعلاميين ونخبة من الأساتذة والدكاترة. المنتدى يتكون من 4 جلسات. في الجلسة الأولى راح نتناقش عن مفهوم الإعلام الجديد، بيكون يعني بيكون إعلاميين وأكاديميين بالذات هم اللي راح يتكلموا في الموضوع. في الجلسة الثانية راح يكون تعزيز الإعلام الجديد في حقوق الإنسان، راح يتكلم فيه بعد نخبة من الإعلاميين. في الجلسة الثالثة راح يكون الفاعلون، هم أهم ناس، هم الناس اللي يتكلمون في الإعلام الجديد. والجلسة الرابعة راح تكون جلسة ختامية فيها التوصيات. أما بالنسبة للتقرير السنوي، تقريرنا السنوي السنة هذه إحنا هذا ثاني تقرير. التقرير حتى لو تشوفون من خلال الغلاف أسود، لأن 2013 كانت سنة سوداء على الإعلاميين بالذات، بس نتمنى سنة 2014 تكون سنة حلوة. بس التقرير هذا راح يشمل كثير من إنجازات المركز، من مساعدة الصحفيين، من التربية الإعلامية، من ناحية التدريب، من ناحية توعية المجتمع في الإعلام. طيب سيد صالح، شنو هو دور المركز في توعية الإعلاميين والصحفيين القطريين؟ والله المركز قاعد يسعى بجهود كبيرة إنه يوعي. نعمل دورات، من ضمنها دورات في السوشيال ميديا اللي هو الإعلام الجديد. عملنا كذا دورة، عملنا شراكات داخلية وخارجية، نعمل دورات، نستقبل طلبات مساعدة، فإن شاء الله نكثف الدورات نكثف المساعدة في المرة القادمة تكون أكثر وأكثر إن شاء الله. سيد صالح، من خلال هذا المنتدى بيكون في وقفة تضامنية مع كل الصحفيين اللي مثل ما تفضلت 2013 كانت صعبة بالنسبة لهم، بس تكلمنا عنها. راح يكون في وقفة تضامنية للصحفيين المعتقلين أو الصحفيين المضطهدين خارج قطر. الحمد لله في قطر ما في أي شيء، بس في خارج قطر فراح نكون وقفة تضامنية لمدة 5 دقائق، يعني تضامنا معهم. حتى من شعار المنتدى اللي هو متضامنون، نحن متضامنون معهم إن شاء الله. سيد صالح، نبي نعرف وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي خدمت الصحفيين أو كانت عبئة عليهم؟ والله بالعكس، أنا أشوف أنها خدمت الصحفيين، وحن مثل ما أقول لك في دورات متخصصة في هالمجال. الدورة هذه تساعد الصحفي كيف يلتقل المعلومة أو ينتقل المعلومة الصحيحة، كيف ينتقل مصدر. فأنا من وجهة نظري إن هذه وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس خدمة الصحفي وسهلت الوصول للمعلومة. بس كثير من الناس يقولون إن وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثلا 90% أخبار مو بصحيحة، فهل المنتدى بيناقش هذه الأمور كإعلام جديد ولا بتطرق لأمور أخرى؟ لا، هذه صلب الموضوع. حتى من هو الإعلامي؟ في ناس الحين صار اللي هو ثقافة الإعلام المواطن أو الصحافة المواطنة، من هو الإعلامي ومن هو غير الإعلامي؟ فراح يكون في نقاش إن شاء الله في هالمنتدى بخصوص هالموضوع. ممكن تقول لنا، تعطينا نبذة عن الحضور، من المتواجد من الأكاديميين اللي بيتكلمون في هذه النقاط؟ في أكاديميين من خارج قطر ومن داخل قطر، فيه الدكتور أحمد عبد الملك في من داخل قطر، فيه من خارج قطر الدكتور أسامة الملا، فيه الدكتور أجار، فيه النخبة من الإعلاميين.
بيض الله وجهك وما قصرت، شرفنا عشاشة ريان. مرحبا ومسهلا، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، كان معنا السيد صالح الشاوي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام. مثل ما أنتم شفتوا من خلال كلام السيد صالح أن هذه الأمور هي صلب الموضوع وهي أساسها في دعم الحرية الإعلامية ودعم النشاط والتثقيف الإعلامي من خلال الدورات اللي يقومونها داخل وخارج قطر والمشاركات اللي يسوونها من خلال هذه المنتديات. هذه المنتديات مثل ما تفضل السيد صالح أن فيها 4 نقاشات، ومن خلال هذه النقاشات بيكون في تبادل الأفكار بين الإعلاميين الخارجين والإعلاميين المحليين. هذا كان ما لدينا من المنتدى الإعلام الجديد، ونرجع لكم في الاستديو. شكرا أخوي حمد، أكيد الشكر موصول لضيفك. ومن أجواء الصحافة مشاهدينا، خلونا نروح إلى أجواء تربوية وتعليمية، حيث عقدت مدرسة فاطمة الزهراء ملتقى الرازي للرياضيات. نتابع تفاصيله في هاي التقرير. مركز الرازي للرياضيات تم إنشاؤه في العام الدراسي 2007-2008، وكان الهدف منه أن تبادل الخبرات بين المدرسين في مادة الرياضيات وعلى جميع المراحل. أيضا كان الهدف منه تطوير بعض المدرسين والمنسقين في مادة الرياضيات إلى ممارسات متميزة. الملتقى هذا يعمل على طرح الأفكار، على إيجاد الخطط اللي من شأنها طبعا تطوير مادة الرياضيات، العمل على مساعدة الطلبة في تخطي الصعوبات اللي تواجههم في هذه المادة. الهدف الأساسي منها طبعا هي رفع المستوى ومواكبة التطور اللي صاير طبعا عندنا. نفس ما شفنا مشاهدينا، مدرسة فاطمة الزهراء عقدت ملتقى الرازي للرياضيات، وهاي يعني الخلود، يعني هاي الملتقى نفس ما قالوا أن يعني يطور المدرسات، ويعني كل واحد يتبادل الأفكار، خصوصا يعني البعض من طلابنا يقول مادة الرياضيات صعبة. أنا بالنسبة لي أحب الرياضيات. أنت ما أحب الرياضيات صراحة؟ أنا أحبها. مشاهدينا خلونا الحين ننتقل عند نديبنا سعود المعاضيد عشان نتعرف معاه على محل صنع الحرف المتعلقة بأدوات صيد العصافير والسمك. الكلمة عندك سعود. يا مرحبا ومسهلا يا نيلة وخلود، أرحب فيكم وأرحب مشاهدينا الكرام. طبعا مثل ما تعرفين أنا موجود في محل الحبال، وهذا المحل يعني اللي فيه أشياء يعني رجعتني كم من سنة ورا، واللي لفت انتباهي صراحة غير يعني هذه الأدوات التي اللي موجوده هنا. الاول يعني نعينها كل مكان، هالايام ما عاد نعينها. وطبعا مشاهدينا بنتعرف اكثر على هذا المحل والادوات اللي تصنع في هذا المحل. معي السيد عبد الله بن محمد الحداد، جامع مواد تراث شعبي. في البدايه هنرحب فيك، ولو تعرف مشاهدينا، يعني طبعا ممكن في بعض المشاهدين ما يعرفون ايش معنى الحبال، عرفنا هذا الاسم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بقناة الريان والمشاهدين الكرام طبعا على اهتمامهم بتراثنا، ونحب نعرف الجمهور الكريم والمشاهد الكريم عن تراثنا اللي أصبح يعني أصبح مندثر ولازل يعني نحافظ عليه لولا عناية الدولة، يعني ما قصرت فتحت لنا المجال وساعدتنا. هذا الشيء اللي خلانا نستمر. الحمد لله، الله يعطيكم العافيه. بس لو تعرفنا شو الادوات اللي تم تصنيعها في هذا المحل؟ طبعا اول شيء نسوي ادوات الصيد اللي هي احنا نسميه الفخ باللهجه العاميه، وهالخليج وهالقطر يعني يعرفونه، ما في واحد من كبير ولا صغير ومارس يعني هذه الهوايه اللي يسمونها الحبال. اي نعم. والحبال هي يعني مهنه تجينا، خاصه تجينا طيور مهاجره ايام الربيع، ايام يعني الطيور يعني الصفار، الدمدقية، جميع انواع الطيور اللي هي نصيد في البر هاي.
نعم. إيه أو حوالي المزارع نصيده. فكانت هواية يعني محببة، فيها يعني صيد جماعي وفيها أناسة وفيها فرحة، فالناس يعني يحبون يمارسونها لحد الآن لأن في متعة الصيد هذه. وثم الأشياء اللي أسويها طبعا كلها بسيطة، أعتقد المشاهد الكريم لابد أن أبوها ولا أكبر يعني ولا أصغر من ولا أكبر تعلم منها ويعرفه يعني الفخ. الفخ نفسه إيه مقطع الفخ؟ كلامك إلا بالخير. نعم. بس يعني لو تشرح حق المشاهدين يعني مثلا هذا الفخ ذي. نعم. له اسم معين وهذا. نعم. اسم معين. أجزاء الفخ طبعا كل واحد له مسمى. هذه طبعا نسميها الجزء من الفخ اللي يسمونه الحقة. إيه نعم. الدائرية هذه نسميها الحقة، وعندنا وراها خلفها من عاد المقابلة اللي هي تطبق هذه اللي يسمونها طارة، وبعدين نلفها بالمطاط أو نلفها بال الخيط مال السمك هذه أحيانا السمساح يسمونه. إيه نعم. لأن كان قبل يستخدمون اللي هو القرن. القرن أصبح يعني شبه معدوم وغير متوفر مثل قبل كانت يعني. الله يعطيك إيه؟ العافية. الله يعطيك العافية. عندنا الماء اللي هو المجز اللي يمسك هذه عشان ينطبق. هذه طبعا إيه؟ مثل نعم. ما تشوفون نعم. مشاهدين الكرام نعم. يعني ذي ترده. نعم. وتجيب هذا من قدام. نعم. زين زين يا خبر لي الحين. وطبعا مشاهدينا الكرام يعني بس نرده بس على طول يعني هذا انا الحين اخاف بعد يسكر على يدي ولا شيء. لا لا طبعا انت تعرف. لا طبعا يوم اسكر على اصابعنا. لا في سنك اعرف هذا الشيء. لا لا طبعا. وبعد لو تعرفنا يعني على الاشياء اللي تصنعها يعني غير الفخ، هل يعني بعد تصنع شداخات؟ تصنع شداخات، تصنع القراقير اللي خاصه بصيد الطيور، بصيد الحيوانات الكبيره والصغيره يعني بانواعها، إضافة إلى الألعاب الشعبية بعد نسويها خاصة مثلاً نجون الأطفال من المدارس ونعطيهم فكرة ونشرح لهم عن الألعاب الشعبية القديمة اللي أصبحت شبه يعني من دسر، فنعيد صناعتها ونلعب الأطفال قدام، خاصة لما يمرون أهل المدارس الجاليات الأجنبية. إيه. ما عندهم فكرة، فنشغل لهم الألعاب اللي إحنا قدامهم. يعني هذا كلها يعني كلها شغل يدك. إيه نعم كلها صناعة. طبعاً أنا أشوف نعم. ظني هذه النبالة صح؟ إيه هاي بعد نبالة. هذه النبالة هذه بعد كلها. هاي انت اللي تسويها اصنعها واعطيها الوان حلوه جذابه ودي. وشلون يعني الاقبال اقبال يعني الاطفال والله يعني الاطفال هم يعني هم اهم فئه يعني لابد انك يعني تخليهم هدفكم انهم يتعلمون هذا الموروث يتعلمون. نعم نعم. هذه الاشياء الاطفال شلون نشوف اقبالهم لما الاطفال لما يشوفون يعني لاكبر من ابهاتهم على طول يقولوا هذا ابوي كان علمني هذا ابوي يعني أخذوا من أبهاتهم لأن أبهاتهم نزالوا يمارسون هذه الهواية خاصة الحبال خاصة الألعاب هذه يشوف يحب إنه يشوف يعيد ذاكرة حق أولاده يعلمهم يعني فيها هذه فائدة يعني من ناحية نشاط من ناحية الذهن إن الطفل هو يفكر يخترع حاجة بنفسه. طبعا إيه؟ لو تعرف مشاهدينا تقريبا يعني الحين الفخ نفسه كم يوم يستغرق تصنيعه؟ والله يستغرق يعني ياخذ يومين ثلاثة ايام تقطيعه يعني الصبغ ودي عقب يعني خلي كامل ياخذ يعني, يعني يومين يعني ممكن الواحد يتعلمه بسرعه 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 ما في صعوبه ويعني سهل يعني اي واحد يعني يشوفه ما في صعوبه يعني جاك واحد تعلم من عندك حد الاطفال جاء الاطفال يجون الاطفال يجون راح تعلم في البيت وجاب لك اي جاب الاطفال يجون لما مال المدارس وعلمه فككه له وعلمه بس مره واحد وخلاص هو يروح مستانس لانه تعرف على شيء جديد وعرف انه يسويه فكان يعني يعني من بسطين جدا على هذه الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك. يا مرحبا. طبعا انا اشوفك ما شاء الله موجود في كل الفعاليات. نعم. بيض الله وجهك والله يطول بعمرك ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تعرفنا على الانواع اللي تم تصنيعها مثل الفخ والنبالة والشداخة طبعا هذا اللي عندي من محل الحبال وارجع للخواتف الاستديو. يعطيك العافية سعود كل الشكر لك ولضيفك يعني على إثرائنا بهاي المعلومات. مشاهدينا خلونا نروح فاصل ونواصل معاكم.